السلام عليكم ورحمة الله. يعني تابعنا كلنا مباراة الوحدات والجليل، شاهدنا شوط أول انتهى بهدفين للوحدات، واعتقد الجميع أن المباراة أصبحت سهلة على الوحدات وأن المباراة انتهت، وانه ممكن الوحدات حتى يعزز هذا التقدم ويحقق اهداف اكثر بالشوط الثاني لاعتبارات كبيرة جدا، انه الفوارق الفنية بين اللاعبين بالفريقين، ولانه الجليل راح يتقدم ويفتح ويترك الملعب امام الوحدات بالشوط الثاني. حقيقة بعيدا عن الشوط الاول اللي كان الوحدات كمان يلعب فيه باقل مجهود، يعني ما كان يضغط على حاله كثير وسجل هدفين وهو يلعب باقل مجهود بدون ضغط عالي بدون سرعه بدون، قدر يسجل هدفين وضيع اهداف. لكن الشوط الثاني تحديدا اللي انا بقفز عليه مباشره، حقيقه لا يليق نهائيا بفريق جاي ينافس على بطوله، لا يليق نهائيا بفريق طموحاته دائما الفوز. الوحدات بتقدم بهدفين، المباراة صارت سهلة مفتوحة له، الفريق المنافس تقدم خطوات للأمام ترك مساحات، لكن ما شفنا نهائيا أي لعب منظم من الوحدات، ما شفنا أي خطة أو تكتيك بتحكي لك إن الوحدات راح يستثمر تقدم الجليل وراح يضاعف النتيجة وراح يسجل في المباراة وحيزيد الغلة. شفنا كارثة في خط الوسط، هلا أنا الناس بيحكوا لي لا الكارثة في نص الملعب، شفنا كارثة في خط الوسط، بدأت في التبديلات، يعني في خط الوسط كان في مشكلة كبيرة. يعني أنت لما دخل ابو الجزر وايتو ليلعبوا بنص الملعب باثنين ارتكاز امام فريق الجليل، انت رجعت يعني تدافع قدام خط في نص الملعب، قللت من العابك الهجوميه وسمحت لهم، سمحت للجليل يتقدم خطوات بملعبك. صح ما حصل فرص مباشره، بس ما شاء الله يعني اخطاء كارثيه لمنظومة خط الوسط ومنظومة خط الدفاع سمحت للجليل انه يسجل الهدفين، ولو كانوا الهدفين بأخطاء قاتلة من نص الملعب اللي في المرة الأولى تاركين مساحة بين خط الدفاع وخط النص وسدد اللاعب على راحته مرتين، وفي الهدف الثاني اللي الكرة أبو الجزر اللي أخطأ في تشتيتها وكان الفاخوري مقدم أمطار. بعيدا عن أخطاء الأهداف، الوحدات هل كان موجود الوحدات بالشوط الثاني؟ هل ظهر الفريق بشكل فني عالي؟ هل أهدر الفريق فرص؟ شعرت إنه اللاعبين يعني كأنهم في تمرين وإنهم زي كأنهم ضامنين الفوز، في اتكالية، وكان مفروض من المدير الفني يصحح الأخطاء، كان مفروض من المدير الفني لما بيشوف الفريق يتراجع يغير من التكتيك، كان مفروض من المدير الفني لما بشاف حاله دخل لعيب اثنين ارتكاز وهو متقدم انه وشاف انه خسر نص الملعب يعمل تعديل في نص الملعب. يعني رجعوا الاثنين لعيبة ارتكاز اثنين، اتراجع مردود صالح راتب بدنيا، خسرنا نص الملعب تماما. يعني الوحدات صفى يلعب الشوط الثاني بدون نص ملعب، الوحدات مش مستقر لا بتشكيله ولا بإشي، كل مباراة تدوير لاعبين. احنا حكينا اذا عندنا ازمة بعدد اللعيبة على الجهة الشمال وعندنا ازمة بعدد اللعيبة اللي خلف المهاجم وبنص الملعب لازم نستقر بالتشكيلة، لازم تكون التشكيلة ثابتة. انا ما بعرف شو المغزى انه لاعب زي انس العوضات مفتاح الفريق مع تراجع الفريق فنيا من بداية الشوط الثاني ليش ما بينزل بدري عشان يضغط على دفاع الجليل، عشان يرجع ظهير الجليل يدافع ما يخليه يعمل اسناد هجومي. الظهير والجناح بالجليل بالشوط الثاني استغلوا، ما فيش حدا كان يضغطهم من جهة أنس، وجود أنس كان بيعمل فارق كبير. التبديلات نهائيا مش مقنعة، أنا تبديلين خسروني نص الملعب، تبديلين خلوني أسلم نص الملعب لنادي المنافس. أنت سحبنا المهاجم الصريح
على اعتبار يعني مش عارف، هل على اعتبار انه المباراة خلاص انتهت والتغييرات اللي صارت، حتى انا مش يعني المفروض انه بوجبا صار مهاجم، ما شفته مهاجم صريح يعني. حتى التبديلات اللي صارت بعد ما خروج هنري ما وضحت مراكز اللاعبين، شعرت انه في عجقة بمراكز اللاعبين. اللي بيمتدح اللامركزية انه اللاعب من يمين بصير شمال، هذا الشيء انا بالنسبة لي غير مقتنع فيه، دائما بحكي عنه. اللامركزية بتكون بحدود قليلة، مش بحدود كل هجمة بنشوف تغيير لمركز اللاعب. لاعب الفريق لازم يستقر بالتشكيلة ويستقر باللاعبين ويستقر بمراكز اللاعبين، والتبديلات لازم تكون يعني محدودة، مش هجمة ابو طه يمين وهجمة ابو طه شمال شفناها، مش هجمة زي الشوط الاول بوجبا يمين وهجمة شمال. وصراحة الفريق تاه باللحظة اللي دخل فيها موالي محل هنري، مش لأنه موالي، لأنه الفريق تخربط، كنا خسرانين نص الوسط، خسرانين نص الملعب، ببطل فيه إسناد من نص الملعب للحالة الهجومية، يعني صار نص الملعب اثنين عم بيلعبوا دفاع بنص الملعب، وصالح تراجع بدنيا، لا في إسناد للأجنحة ولا في إسناد للمهاجم، وطلع المهاجم، فالوحدات زي كأنه بيلعب تأدية واجب، بده يمشي وقت، بس بده يمشي وقت. هاي المباراة اللي انتهت بالشوط الأول 2-0، لو الوحدات لعبها بروح، لو الوحدات لعبها بتركيز بالشوط الثاني بيسجل كمان هدفين وثلاث، صارت المباراة سهلة على الوحدات، بس هو الوحدات ما بده يسهلها على حاله، هو الوحدات تعامل يعني باستهتار شديد مع تبديلات غير مناسبة مع خسارة وسط الملعب. في نقطة مهمة جدا يجب أن يدركها الوحدات، هذا الدوري صعب، النقطة إلها ثمنها، النقطة غالية وإلها ثمنها. أنت بتلعب بمنافسات صعبة وبتحكي في عندك أندية جاهزة، لما تخسر النقطة ممكن ما تقدر تعوضها. هاي المباريات اللي المفروض إنها سهلة بدك تاخذ نقاطها كاملة، أنت اليوم ضيعت نقطتين ممكن أنت تندم عليهم في الموسم. مش معقول أنت تفرط بنقطتين المفروض يكونوا مضمونات قبل ما تلعب المباراة، يعني بفارق الفوارق الفنية العالية. الوحدات لازم يعيد ترتيب اموره، ما فيش روح معنويه، ما فيش فريق بقاتل، ما فيش لعيب عندهم روح. هذا يعني فرق كبير بين الفريق اللي كان يقاتل بكأس السوبر وبين الفريق اللي لعب بالجوله الاولى اللي كان متراجع بالدوري واللي اليوم كان اداؤه رغم تقدمه بهدفين بالشوط الاول بس ما اظهر ليش الروح العاليه، وحتى هو متقدم بالشوط الاول وكان في قمه السلبيه بالشوط الثاني. يعني البديهيات بتحكي، نص الملعب هذا ما بصير انا مع فريق الجليل ارجع العب اثنين ارتكاز وامام خط الدفاع. حكينا لكم اليوم مره الوحدات راح يعاني من خط الدفاع بعد، خاصه بعد اصابه طارق. وحدات ما عنده خط دفاع، يعني ما عنده حتى بدائل بخط الدفاع. انا اليوم لما اخذ عرفات انذار خفت، لانه لو بطلع عرفات صدقوني الوحدات مش راح يلقى بديل. الوحدات عنده مشاكل بخط الدفاع والان راحت، بده يلعب هذا الفريق اللي راح يكمل فيه، لازم يدور على لاعب يكون جاهز يلعب مدافع بالوحدات. بعدين خلص لازم خط الوسط يستقر، يعني احنا ايتو في المباريات الماضية لعبنا لاعب ارتكاز مركز ستة، اليوم رجعنا لعبنا شوكت بالشوط الاول مركز ستة. بطلنا نعرف هو شوكت بده يلعب مركز ستة ولا مركز ثمانية. يعني انا عشان انعجقت عندي ثلاث لعيبة صاروا خلف المهاجم، بطلت مش قادر ارتب مين ستة ومين ثمانية ومين عشرة. طب بيجي الشوط الثاني بيطلع السريوة وشوكات وبدخل مثلا ايتو وابو الجزر، بلاعب بلاعبهم اثنين ارتكاز، يعني اثنين بواجبات انضباطية في 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 نص الملعب، وهذه يعني كانت مشكلة كبيرة جدا. حقيقة بالشوط الأول مش طلع سريوة، كان هو أكثر واحد عم بيقدم تمريرات مفتاحية للفريق، يعني كان هو صاحب التمريرات المفتاحية بالشوط الأول اللي بيغير اتجاهات اللعب، ولما طلعوا بالشوط الثاني أنت خسرت لاعب وسط بسند الحالة الهجومية. متى الوحدات بدنا نعرف إنه أنس العوضات جناح يمين يعني جناح يمين، إنه مهند أبو طه جناح شمال جناح شمال، يقلل من اللامركزية، إنه موالي بدنا نعرف مركزه هو يمين ولا شمال. متى بدنا نستقر بالتشكيلة؟ ممكن لسه صح بعض الاعذار البسيطه انه التشكيله مش قادرين نستقر فيها، عندنا زياده لاعبين وبدنا نعطي فرص، او انه اللعيبه فيه جاهز ومش جاهز. يعني لاعب كثير الجمهور بيحكي وين خالد عصام، يعني ما حدا بيختلف على نجوميه خالد عصام، خالد عصام اكيد نجم سوبر يعني، بس هو الوحدات لما بيجيب اربع شمال
بده يكون في هذا المشهد، مش راح يلعبوا الأربعة، وبده يستقر بالتشكيلة. هو صراحة بوجود مهند أبو طه الكل بده يجلس، لأنه مهند أبو طه أفضل لاعب شمال، وأنس العوضات أفضل لاعب جناح يمين، وأنا بوجبا بيأدي مباريات كبيرة، بس لازم يعني بوجبا مش عارف يعني لما بنقارن بوجبا وأنس أكيد الأفضلية لأنه يلعب أنس، بس بوجبا لعيب ومميز وعنده إمكانيات عالية، بس الفريق لما رتمه بينزل بالشوط الثاني، رتمه بتراجع من بداية الشوط الثاني متراجع، احنا بنتفرج ما عندنا حلول، ساكتين، وين التحفيز؟ وين استنهاض الهمم؟ وين تنظيم الفريق؟ لما نخسر النص ليش بنرجع نمسك النص؟ انا ما شفت في هجمه منظمه لنادي الجليل تخوف الوحدات، كلها اخطاء اخطاء نص الملعب، حتى يعني النص نلعب اثنين ارتكاز بنص الملعب ولاعيبه الجليل بتسدد من برا ال 18 وبتاخذ من برا ال 18 راحتها قاعده. طب وين الدور الانضباطي بين خط الوسط والدفاع؟ كان في خلل فني بالوحدات، كان في خلل معنوي، يعني الروح المعنويه مش واضحه، كان في شوط ثاني سلبي من اسوء الاشواط اللي لعبها الوحدات. الوحدات بالدرع وهو مش مكتمل وهو ناقص، ما لعبش زي الشوط الثاني اليوم، هذا اسوء شوط للوحدات هذا الموسم. لا يعني 2-0 انك انت فزت، لا يعني 2-0 انك انت حسمت المباراه، 2-0 نتيجة صعبة، بدك تحسم وتنهي. الاستهتار والغرور او الاستهتار والتعامل مع المباراة انها انتهت، انا اعتقد انه تعاملنا مع المباراة كانها انتهت مش من اللعيبة بس، من الجهاز الفني واللعيبة، من الكل تعاملوا مع المباراة انها انتهت، كانوا بس تأدية واجب، اعتقدوا من جميعا من الشوط الاول ان المباراة انتهت، واعتبروا الجليل مش منافس، واعتبروا هذا، واليوم الضريبة قاسية وصعبة وصعب جدا تقبلها، خسارة نقطتين مهمات. اخوان اللي بيسألني عن موضوع الوحدات بده يلعب مع الاهلي، انا اخوان كتبت منشورات كثير، انا حكيت لكم انا مش جاي اناقش هذا الموضوع لانه هذا النقاش هلا بيغير بيعمل مشكلة بين الجميع، انا كل واحد له وجهة نظر وبحترم كل وجهات النظر، انا حكيت لكم ضد انه الوحدات يلعب هاي المباراة، والان ما بدي اجي احكي انه ليش وكذا، بس بدي احكي لكم، بس فكروا ما بعد ما يلعب المباراه، شو فكروا كيف راح يتعامل، بس مش الشارع الرياضي، الشارع الرياضي والشارع بالوطن العربي كله كيف حيتعاملوا مع الوحدات. الضريبه قاسيه جدا على الوحدات، راح يعني حيتحمل الوحدات وزر كبير كثير وحينحكى كثير عن الوحدات، انتم مش حتتحملوا الضغط اللي حتشوفوه. فما بدي احكي كثير في هذا الموضوع، كل واحد له وجهة نظر، أنا ضد إنه يلعب، إذا هم بدهم يلعبوا محرين، بس أنا ضد إنه يلعب، وأنا أعتقد الخدش لما إشي ينخدش، لما الوحدات ينخدش ما بتقدر ترجعه زي أول بنفس الطريقة. المهم لم يقدم الوحدات بالشوط الثاني إلا أداء سلبي، فرط بفوز، النتيجة مخيبة للأمال، خسارة نقطتين مهمات، بحاجة إلى إعادة ترتيب الأمور، بحاجة إنه نشوف تشكيلة مستقرة للوحدات في المباريات القادمة، بحاجة إنه نعرف مين اللعيب اللي عندنا اللي حيلعبوا مراكزهم، بحاجة اللي بيحكي دائما في كل مباراة وين فلان وين فلان، أنا بحكي يلعب الأفضل، أنا بحكي الوحدات كان لا بأمس الحاجة، بس الآن أنا ما بقدر أرجع لورا اجي احكي بامس الحاجه لمدافع، ما خلص مش راح نجيب مدافع، كلنا حكينا ايامها. الوحدات بده شغل من جديد، اعاده ترتيب امور من جديد، اليوم الفريق ظهر بصوره سيئه بالشوط الثاني، تقدم بهدفين بالشوط الاول رغم انه ما كان رتم الفريق عالي، بس الفريق الجليل سمح له، كانت دفاعات الجليل يعني صراحه مش متماسكه، والوحدات حصل يعني الهدف الاول 6 لعيبة من الوحدات داخل منطقة الجزاء فش عليهم ضغط بسهولة، يسجل يعني في خلل بالدفاع كان عند الفريق المنافس. الهدف الثاني اللي بصراحة كردغلي اللي قدم بالشوط الأول أداء جيد، يمكن بالشوط الثاني الفريق كله كان متراجع، الفريق كله كان بأدائه سلبي، التعامل مع الشوط الثاني كان سيء فنيا تكتيكيا تبديلات خط دفاع، وأصعب إشي في الفريق بالشوط الثاني خسارة وسط الملعب أو خسارة الأداء الهجومي والإسناد الهجومي من نص الملعب، وترك منطقة المناورة لفريق المنافس، واللعب أمام لعيبة الارتكاز كانوا أقرب
امام خط مدافعين الفريق، وهذه مشكله انه الوحدات مع الجليل يترك نص الملعب للجليل ويصير يدافع قدام خط دفاعه من لعيبه الارتكاز. هذه مشكله فنيه كبيره. انا ما بدي اطول عليكم، يعني البث يعني قصير. اليوم الوحدات يعني خوفنا جميعا، اعطانا صوره لا تليق بالشوط الثاني بالفريق اللي احنا بنستنى منه اداء كبير. كنا يعني بنعد العده نحكي انه تحقيق فوز كبير بالشوط الثاني، لكن صراحه الفريق بالشوط الثاني كان سلبي. بتمنى انه هاي المباراه يعني تكون للنسيان، انه المباراه الجاي الوحدات يظهر بصوره، يرجع يفرجينا الوحدات اللي لعب بكاس السوبر، خاصه مباراه الاياب بكاس السوبر، نرجع نشوف الوحدات بهاي الروح العاليه اللي لعبها بكاس السوبر. وان شاء الله يعني انه الوحدات يتغير. مرة ثانية أنا قلت لكم أنا ضد المشاركة وضد لعب مباراة أهلي دبي، ما بدي أرجع أحكي في الموضوع من جديد. شكرا لكم جميعا.